إن النجاح هو حصيلة اجتهادات صغيرة تتراكم يوماً بعد يوم. بدأت بالقراءة بعمر 5 سنوات، وهذا بفضل تشجيع أهلي ودعمهم لي. كانت لي تجارب كتابية مختلفة، منها رواية الأميرة الفارسة وهي الأقرب إلى قلبي. أرى أن المرأة تملك الكثير لتقوله وتقوم به، وتمكينها هو الواجب، وذلك من خلال التعليم. هدفي أن أصبح طبيبة أطفال، وأتمنى أن أكتشف دواءً خاصاً بمرض سرطان الأطفال، لأنه يقطف أزهاراً قبل أن تتفتح. واليوم أنا هنا من أجل أن أنافس أبطالاً والحصول على المركز الأول في العالم العربي. سلامي لكم، أنا الشيماء، وبطلة تحدي القراءة العربي سيكون لقب.